السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرتي، أسرة فن تربية الطيور الكناري والحسون. أخوتي الكرام، اليوم نحن في صدد درس جديد يتكلم عن مرض الكوكسيديا الذي يعاني منه أغلب المربين في مجموعتنا على الواتساب التي لاحظتها بشكل ملفت، مما جعلني أتطرق للحديث عن هذا المرض. أخوتي الكرام، بالنسبة للمرض اليوم سوف أتكلم عنه، هو مرض الكوكسيديا وطرق علاجه والوقاية منه، وأسأل الله أن يبعد جميع الأمراض عن طيوركم وعنكم أيضا أخوتي الكرام. طبعا أمعاء طائر الكناري معقدة وحساسة وتكون عرضة للإصابة بالأمراض أكثر من باقي الطيور، لذا يجب توفير العناية الكاملة ومعرفة أعراض الأمراض الخطيرة وطريقة علاجها والوقاية من هذه الأمراض قبل الإصابة بها أخوتي الكرام. طبعا الكوكسيديا لمن لا يعرفها هي مرض يصيب الأمعاء وخصيصا في أوقات الشتاء، وخصيصا في أوقات الشتاء لأنه بيكون درجات الحرارة متدنية جدا. طبعا أخوة الكرام، الكوكسيديا راح تعرف لكم إياها بشكل مثل ما حكوا عنا أغلب المربين وأغلب الخبراء ومن خلال ملاحظة هذا المرض. طبعا الكوكسيديا أخوة الكرام هي مرض طفيلي تصيب الأمعاء وتتم العدوى عن طريق الفراس بشكل أو بآخر، وبالمراحل المتأخرة من هذا المرض نلاحظ هزلان الطير وإصابته بحالة من التسييف. طبعا الطير بصير هزيل كتير وبصير عندنا حالة من التسييف. طبعا أسباب الإصابة بهذا المرض، أهم شيء إن نلغي الأسباب نحن نتجنب الوقوع بهذا المرض. من أهم هذه الأسباب أخوة الكرام عدم الاهتمام بالنظافة، ونحن بكل درس بنحكي عن موضوع النظافة وكيف نحن لازم نهتم بنظافة الأقفاص ونظافة المأكليات ونظافة المشربيات. هذا الأمر أساسي أخوة الكرام، هو نظافة ثم النظافة. أيضا آخر شيء آخر، عدم الاقتناء أو جلب البذور أو عدم تقديم البذور الجيد لطيورنا ونقدم لها بذور فاسدة. هذا الأمر أيضا أخوة الكرام بسبب إن مرض في أمعاء الطائر، وإن أخطر هذه الأمراض مرض الكوكسيديا. تغيير الطائر من مكان إلى آخر، تغيير الطائر من مكان لآخر بشكل مفاجئ. يعني شلون؟ شلت القفص أنا حطيته برا تمام، والطائر مثلا مستريح مو منتبه لي، أنا شلت القفص مرة تانية بسرعة وجبته لمحله التاني. هذا تغيير بشكل فجائي للطائر بسبب له حالة من الخوف وحالة أيضا من تلبل المعوي، مما يؤدي إلى مرض الكوكسيديا. طبعا أخوة الكرام، تعريض الطائر للتيارات الهوائية كانت الباردة وكانت الدافئة، تعريض الطائر للتيارات الهوائية أيضا يسبب هذا المرض وبشكل كبير. أيضا أخوة الكرام، الخوف الشديد من وقوع القفص، من مهاجمة الطير، من الحيوانات الموجودة في البيت، من هجوم الأطفال الصغيرة على الطيور، أيضا هذا بسبب الطيور خوف بسبب له مرض من هذه الأمراض مرض الكوكسيديا. أيضا أخوة الكرام، وقوع البذور من الألفية على أرضية القفص وعدم ملاحظة مربي لهذا الأمر هذا وما بينظف القفص، بيجي الطير بيأكل من البذور وبيأكل من برازه، وهذا السبب الرئيسي اللي عم يسوي الطير معه مرض الكوكسيديا. طبعا العلامات اللي بتظهر على الطائر المصاب بهذا المرض، شو هي العلامات اللي بتخلينا نعرف انه هذا الطائر مصاب بمرض الكوكسيديا؟ اخوات الكرام، اول شغله بنشوف عنده صار اسهال مائي، وبعض الاحيان بيكون مصحوب بالدم باللون الاحمر، بيكون مصحوب بالدم لانه هاي الطفيليات قامت باكل من الامعاء. انتفاخ بالامعاء، بنشوف يعني صار نفخه كبيره بالامعاء. ايضا بروز العرق الازرق بشكل واضح، بنشوف العرق الازرق صار فوق الجلد تقريبا. الخمول وقله الحركه لانه الامعاء عنده ما بتشتغل بشكل جيد وما بيستفيد من الغذاء، بتسبب له خمول وبتسبب له عدم قدرته على الحركه في القفص، وبتسبب له ايضا مشاكل منها الموت المفاجئ. ايضا اخوتي الكرام، اغلاق العينين بشكل مستمر كانه نايم الطير واقف على اجر وحده، هاي كمان من العلامات اللي بتدل على ان الطائر مصاب بمرض الكوكسيديا. ايضا اخوتي الكرام، كثره النوم، يعني بتشوف الطائر كل النهار نايم ما بيتحرك من المجسم الا لياكل او ليشرب. ايضا اخوتي الكرام، قله الاكل، تشوف مقطوع نفسيته او شهيته على الاكل لانه ما عم يستفيد من الغذاء اللي عم ياكله، ونفش الريش بشكل مستمر، يعني تشوف عطوا نافش ريشه. ليش نفش الريش؟ ليش عم ينفش ريشه؟ لانه بكون بده دفى. وايضا اخوتي الكرام،
بنلاحظ الطير يعني بياكل وبيشرب وبينام والنفش. هذا الامر بكل هاي العلامات اللي حكيت عنها بتسبب لنا او بتاشر لانه الطائر مصاب بمرض، ومن اخطر هذه الامراض هي مرض الكوكسيديا. طبعا اخوه الكرام، بالنسبه لطريقه العلاج، العلاج لهذا المرض اخوه الكرام يكون على الشكل التالي. اول شغله اخوه الكرام، الوقايه خير من الف علاج. النظافه الطائر، نظافه قفص الطائر، وضعه بمكان دافئ، وضعه بمكان دافئ حيث تتوفر له درجه الحراره. ابعاد الطائر في هذه المرحله عن جميع الخضروات، عن جميع الخضروات، والاكتفاء فقط في البريق والبريلا، الاكتفاء فقط في البريق والبريلا. طريقة العلاج لهذا المرض أخوتي الكرام، يجب علينا في اليوم الأول من المرض تقديم له البكتيريا النافعة حتى تقوم بطرد هذه البكتيريا الضارة أو هذه الطفيليات الضارة الموجودة في أمعاء الطائر. تقديم البكتيريا النافعة وهي مصل اللبن مدة يوم واحد، ومن ثم تقديم له السوم المنقوط في الماء. يعني بتجيب أنت السنتوم بتدقه بالماء، بتدق قلب الماء حتى تحصل على زيت السوم الموجود فيه، وخلطه في الماء في مشربية الماء حتى تندمج وتأخذ الفائدة الكاملة من السوم، بالإضافة إلى وضع من السوم وضع 5 قطرات من الليمون فوق هذه المشربية، بالإضافة إلى ذلك وضع 3 حبات من الحلبة حتى تقوم الحلبة بعمل حجاب بينها وبين الأمعاء، بين البكتيريا وبين الأمعاء وتنظيف الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك عصير الجزر المضاف داخل المشربية، بالإضافة إلى ذلك عصير الجزر المضاف داخل المشربية، يعني نصف عصير جزر نصف ماء. وقد أثبتت تجاربنا على عصير الجزر أنه يقوم بتطهير أمعاء الطائر والتخلص من العرق الأزرق أيضا. طبعا أخوتي الكرام، مثل ما بحكيكم، سنتو تفعسوا بتحطوا قلب المشربية، طبعا بعد ما تفعصوا المي اللي تحصل عليها من خلال الفعص تحطها في المشربية، بتحط فوقها نصف ماء، نصف المشربية ماء، بتحط نصف الآخر عصير الجزر، 5 حبات من الحلبة و5 نقاط من الليمون. تقدم هذه الوصفة مدة 7 أيام متتالية، وفي كل يوم تبدل هذه الوصفة وتقدم تازة، تقدم تازة. إلى هذا القدر أكون اكتفيت بهذا الدرس. أتمنى لكم الفائدة لكم أخوتي الكرام، وأتمنى أن تكونوا قد حصلتم على جميع ما تطلبوه من هذا الدرس. وأي سؤال وأي استفسار يمكنكم السؤال لدي على التعليقات في أسفل الفيديو، وأما الانضمام لدينا لمجموعة الواتساب وإضافة السؤال في مجموعة الواتساب، أو الانضمام لدينا مجموعة الفيسبوك، وجميع هذه الروابط موجودة في الوصف بإذن الله تعالى. وأتمنى منك أخي الكريم مشاهدتك المشاهد لهذه القناة لأول مرة دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.